مع إقبال الكثير من الصائمين على تناول وجبات وأطعمة غنية بالسعرات الحرارية، يجد الكثير من الرجال والنساء أن أوزانهم قد ازدادت بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. فزيادة الولائم والإسراف في تناول الدهون واللحوم إضافة إلى الحلويات يلعب دورا كبيرا في تغيير وزن الجسم، خصوصا مع عدم ممارسة التمارين الرياضية في الشهر الفضيل. الطعام والشراب أمران ضروريان، لكن الإفراط فيهما يعرض الصائم إلى سمنة مفرطة. الصائم يشعر أنه بحاجة إلى تناول كميات زائدة من الطعام عند موعد الإفطار. خبراء التغذية والأطباء ينصحونه بالتريث لدقائق قليلة قبل تناول الوجبة، خصوصا أن الجهاز الهضمي يكون أيضا صائما عن الشراب والطعام لساعات طويلة في النهار. لذلك لا بد من بعض القواعد الصحية التي يؤكدون عليها مرارا وتكرارا. تناول الأطعمة الخفيفة على المعدة كالتمر والحساء القليل الدسم، ثم الانتظار لدقائق معدودة قبل البدء بالوجبة الرئيسية، إحدى أهم تلك القواعد الصحية. والابتعاد قدر الإمكان عن المشروبات الغازية التي تعطي حجما كبيرا للمعدة يسمح بتراكم الدهون فيها فيما بعد، أيضا واحدة من تلك النصائح. الأشياء اللي بتزيد نفخ البطن وامتلاء المعدة، يعني كميات الطعام الأكثر مثلا ممكن يسوي كرش، شرب المياه مع أو المشروبات الغازية بيساوي كرش مثلا، الأكلات اللي بتعمل غازات وبتنفخ ممكن، لأنه كل ما كبرتي الأحشاء والأمعاء كل ما صار في فراغ أكبر بده يتعبى بالدهون. يوصي الخبراء من يعاني من مرض السمنة باعتماد أطعمة غنية بالخضار والفواكه، بحيث تصل نسبتها في الوجبة إلى 50% مع تجنب العصائر المحلاة أو الغنية بالسعرات. فشهر رمضان الكريم هو فرصة لهؤلاء لخفض الوزن من خلال غذاء سليم ومتوازن.